حلقة جديدة من برنامج صحافة المساء، نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية عن اليمن. سلط موقع المهرية نت في تقرير له الضوء على الذكرى 53 لعيد الجلاء من الاستعمار البريطاني الذي احتل جنوب اليمن لأكثر من 100 عام، حيث يقول أن حلم اليمنيين في الوقت الحالي هو التخلص من الحرب. ويضيف التقرير أن حلم اليمنيين في هذه الذكرى هو وقف الحرب في اليمن والعودة إلى سلام دائم بين اليمنيين، العمل على بناء الدولة المدنية الاتحادية وبناء الاقتصاد وعودة السيادة الوطنية للبلاد. ويطالب المواطنون تجار الحروب أن يوقفوا العبث بالأرواح البشرية وأن يتطلعوا إلى بطولات أجدادهم والذين ضحوا بدمائهم الزكية لإسقاط الإمامة وإخراج المستعمر البريطاني من الجنوب، وأن يقفوا يدا واحدة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كشف الموقع بوست في تقرير له عن الخفايا والتي تتستر خلفها السعودية من خلال سعيها لتجنيس قبائل المهرة، حيث يقول إنه من خلال العودة لطريقة تعامل الرياض مع تلك القبائل التي تم تهجيرها وتجنيسها يتضح أن السعودية فرضت مشايخ معينين موالين لها من كل قبيلة في المهرة. ويضيف التقرير أن مشايخ المهرة والذين اختارتهم السعودية ليعملوا معها أكثرهم من لديهم القابلية للتبعية والعمل في دائرتها، وتعاملت معهم السعودية في ملف التجنيس. ووفقا للتقرير فإن الأمر ينطبق كذلك بالنسبة للحصول على رخصة قيادة للسيارات في السعودية، كان يحصل عليها البعض من حاملي تلك الجوازات تحت كفالة الشيخ القبلية المسؤول عنه أمام السلطات. التقرير يشير كذلك إلى أن استغلال السعودية لأولئك المشايخ الحاملين لجنسيتها بعد قدومها إلى المهرة في العام 2017، إذ استقبلها أولئك المشايخ وشكلوا عاملا مؤثرا للترويج لتلك القوات في أوساط المهريين الذين خرجوا رافضين لحضورها. وبحسب التقرير فإن الرياض مارست عملية تضييق على بعض المشايخ الحاصلين على جنسيتها ومنعتهم من السفر إلى المهرة مخافة انضمامهم للمعتصمين المناوئين لها، وكذلك معاقبة بعض من شاركوا في فعالية المعتصمين وحرمانهم من الامتيازات. نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا عن الأزمة الكبيرة والتي يعانيها اليمنيون في المعروض من الأسماك بالأسواق واختفاء عدد من الأصناف وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة. التقرير نقل معاناة مواطنين يشكون من ارتفاع كبير في أسعار الأسماك لمستويات قياسية، حيث اتهم متعاملون في الأسواق تجار أسماك بتهريبه إلى خارج عدن. ووفقا للصحيفة فإن الصيادين في عدن يشكون من مضايقات يتعرضون لها من قبل التحالف ومنعهم من الوصول إلى العديد من مواقع الاصطياد المعتادة والمحددة لهم منذ ما قبل الحرب. عضو الاتحاد التعاوني السمكي الحكومي في حضرموت أحمد باغيث أكد للصحيفة على أهمية وضع الآليات الفاعلة تصديا للمشاكل العديدة والتي تجتاح هذا القطاع ووضع حد للاختلالات مثل الاصطياد العشوائي الجائر. موقع الخليج أونلاين نشر تقريرا عن لجوء ميليشيا الانتقال والإمارات لاستخدام الرياضة والزج بها لتحقيق أهدافها، حيث قامت الميليشيا برفع علم الانفصال وعلم الإمارات في الفعاليات الرياضية والتي تقام في بعض المحافظات. الموقع يقول إنه في الوقت الذي يفترض أن تكون كرة القدم والرياضة وسيلة لتعزيز السلام والتعالي على خلافات السياسة أصبحت في اليمن سببا إضافيا في الخلافات السياسية. وفقا للموقع فقد رفعت ميليشيا الانتقال علم الانفصال والإمارات خلال افتتاح ملعب الحبيشي، كما هو الحال في كثير من الفعاليات التي ليس لهم دور فيها لمجرد تسجيل حضور وإثارة الاستياء بين المواطنين. وتعليقا على محاولة الإمارات تحسين صورتها بتنظيم فعاليات بأسماء قياداتها في اليمن، يشير الصحفي عبد الله السامعي لأنه من المستحيل محو الصورة السيئة والتي رسمتها الإمارات عن نفسها بانتهاكاتها بحق اليمنيين.
أورد موقع يمن مونيتور تقريراً عن إنتاج العصر الحضرمي والذي انتقل من الأجداد إلى الأحفاد، حيث يسرد قصة النحال الحضرمي غازي الحسين والذي بدأ رحلته في تربية نحله كل صباح يتعهدها حتى تنضج وتنتج أجود أنواع العسل والذي وصلت شهرته معظم بقاع العالم. يقول النحال غازي والذي ينحدر من ضواحي مدينة تريم للموقع أن الإنسان اليمني والحضرمي بشكل خاص اهتم بتربية النحل منذ قديم الزمن، ويرجع ذلك إلى القرن العاشر قبل الميلاد حسب المؤرخين. ووفقاً للموقع فقد اهتم الحضانب بإنتاج عدة أنواع من العسل، أشهرها عسل السدر وعسل السمرة والمراعي، مشيراً إلى أن وادي وصحراء محافظة حضرموت يتمتعان بمساحات شاسعة وتعدد للأودية المعزولة، ما أعطى ذلك ميزة خاصة أساسية في المنتجات النحلية ومنها العسل. نشر موقع الصحوة نت خبراً عن تنظيم أول بطولة للفروسية في محافظة مأرب بمشاركة 32 فارساً وزعين على 4 مجموعات. وفقاً للموقع فإن هذه الفعالية الرياضية النوعية في المحافظة تأتي في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية لثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وعيد الاستقلال في 30 من نوفمبر. ويلفت الموقع إلى أن المرحلة الأولى من التصفيات والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً أسفرت عن تأهل 12 فارساً من مجموع المتسابقين بمعدل 3 فرسان من كل مجموعة إلى تصفيات المرحلة الثانية للبطولة التي ستجري الأربعاء المقبل. في حي الحلة أقدم أحياء مدينة حجة تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة بتهدم جدران البيت الذي يسكنه علي محسن الفقيه مع 9 من أفراد عائلته، حيث تضرر سطح المنزل المكون من 4 طوابق لم يعد فيه سوى غرفتين فقط صالحة للسكن. وبحسب تقرير نشره موقع المشاهد نت فإنه نتيجة لتلك الأضرار والانهيارات المتتالية والتي لحقت بالمنزل اضطر علي الفقيه للمكوث مع جميع أفراد أسرته في غرفة واحدة في الطابق الأول. ويضيف التقرير بأن شقيق علي يحيى والذي يسكن إلى جواره برفقة أسرته والمكونة من 7 أفراد داخل غرفة في الطابق الثاني وسط حالة من الخوف المستمر من خطر انهيار المبنى فوق الأسرتين. نهاية برنامج صحافة المساء، إلى اللقاء.